علي الدود أفاعي كولوبريد. أهلا بكم أصدقائي، كيف حالكم؟ مستمرة معكم بالحديث عن حيوانات شبه الجزيرة العربية، وبالطبع الحديث عن الزواحف والبرمائيات. ولكن قبل البدء بهذا الفيديو لهذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإرسال رابط هذه الحلقة لأصدقائكم وأحبائكم لمتابعتها معا. سأحدثكم اليوم عن سحالي الدود. عن ماذا؟ سحالي الدود. قد تبدو سحالي الدود مثل دودة كبيرة ودودة الجحور، لكنها في الواقع تملك حراشف وعموداً فقرياً، وهي من الزواحف. تنتظم حراشفها في حلقات وتختبئ في الأرض، ويمكنها أن تضغط رؤوسها على الأرض أثناء اختبائها بقوة شديدة تكفي لرفع 2 كيلوغرام. كما ويمكنها الحفر لساعات دون توقف. ألا تتعب؟ يبلغ طول سحلية الدود البالغة عادة ما بين 8 إلى 75 سنتيمتراً. عيون كل أنواع هذه السحالي صغيرة وأجسامها اسطوانية، ومعظمها بدون سيقان إطلاقاً. تلد بعض هذه الديدان صغارها، وإن كان معظمها يضع بيضاً. حاسة سمعها جيدة، وتستخدمها لتعقب فريستها في جحورها الكائنة تحت الأرض. تتلوى سحلية الدود هذه فوق سطح رمال الصحراء، تجعلها حراشفها التي في حلقات تبدو مثل دودة الأرض إلى حد ما. هل تعلم؟ كان لأنفيسيبيما وحش الأساطير اليونانية رأس في نهاية كل طرف من جسمه. من الصعب أحياناً معرفة نهاية سحلية دودة من أخرى. يفسر هذا لماذا تسمى أحياناً أنفيسيبيما. تستعد سحلية الدود هذه للاختباء في الرمل باستخدام خرطومها الشبيه بالمجراف. لا ترى سحالي الدود فوق الأرض كثيراً، أحياناً أثناء صيدها تحت سطح الأرض مباشرة، لذا تترك آثاراً من الرمل أو التراب المرتفع قليلاً ليدل على مكانها. الآن سأحدثكم عن أفاعي كولوبريد. تنتمي معظم الأفاعي إلى عائلة أفاعي كولوبريد، كما تعرف أيضاً بالأفاعي غير الضارية. بالرغم من أن معظمها ليس خطيراً على البشر، فإن بعض أفاعي كولوبريد سام وقليل منها قاتل. توجد أنياب الأصناف السامة في نهاية الفم وليس في الأمام مثل الأفاعي السامة الأخرى. تأكل أفعى مالوبون مغطاة الرأس الفئران والجرذان والطيور. تفتح هذه الأفعى فكيها الواسعين لتبتلع طيراً صغيراً. تستلقي أحياناً ساكنة مثل عصا عند فريسة أو كي لا ترى. عضة أفعى مالوبون تدعى الكوبرا الزائفة أيضاً. مؤلمة وإن كان سمها خفيفاً. لونها بني شاحب وعيناها برتقاليتان لامعتان، والبؤبؤ أسود اللون. جسمها طويل ونحيل، ويصل طولها إلى قرابة 150 سنتيمتراً. هل تعلم؟ تتحرك الأفعى القطة ببطء شديد وهدوء عند الصيد، لدرجة أنها تكاد تلمس الفريسة قبل ضربها وصيدها. يمكن لأفعى القطة حتى أن تصيد الخفافيش. تتسلق أفعى القطة هذه غصناً متمسكة به بجسمها الملفوف. تملك هذه الأفعى رأساً ضخماً نوعاً ما ومسطحاً، وقد تكون رمادية بنية أو حمراء اللون. تعيش أفعى القطة في المناطق الجبلية بشكل رئيسي. تصطاد في الليل وتقتات على الحرباء وسحالي أبو بريس والطيور والخفافيش أيضاً. علاوة على أكلها الثدييات الصغيرة والطيور، تصيد أفعى الرايسرا وتأكل فراخ الضفادع والسحالي والقوارض وحتى الأفاعي الصغيرة. تبلع هذه الأفعى سمكة. هل أعجبتكم المعلومات المفيدة في هذا الفيديو؟ أنا أعجبتني كثيراً، وهناك المزيد والمزيد من المعلومات المفيدة والقيمة أيضاً. ولكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وأيضاً إرسال رابط هذا الفيديو لأصدقائكم وأحبائكم، والذهاب إلى موقع مدرسة والاشتراك به أيضاً. أما أنا فألقاكم في فيديو آخر ومعلومات مفيدة أخرى. إلى اللقاء.